المشروع اللي بعد كده الطباعه حسب الطلب. الطباعه حسب الطلب دي هي مكنه صغيره قوي، يعني حاجه صغيره كده تقدر انك تطبع على التيشيرتات، تقدر تطبع على الاكواب، على المعالق، تقدر انك تعمل فيه حتى كمان الماكينات اللي هي بتاعه حفر الليزر او الطباعه بالليزر، تقدر تطبع بيها على اللي هو الخشب، وتقدر تطبع على المعادن. الحاجات دي كلها بتحقق دخل، حاجه صغيره كده بتحطها في البيت، الدنيا جميله، ركن عندك، راس مال مش كبير، تقدر تشتري المكنه، تقدر انك توظفها، تسوق لنفسك صفحه تجاريه على الفيسبوك او على انستجرام، وتبتدي انك تسوق لنفسك باعلانات مدفوعه او مجانيه حسب راس المال المتوفر معاك. تقدر تحقق ارباح من المشروع ده حلوه جدا، يكون معاك راس مال وتقدر توظفه في حاجات تانية. اللي بيخلي المشروع ده كويس هو انك بتعمل كل قطعه فريده، يعني كل قطعه على حسب الناس طلبت ايه. تقدر تطبع الناس اسمائها، تقدر تستهدف الشركات الصغيره او الكبيره بانك تعمل لهم كوليكشن قطع، زي مثلا مكعبات، كوبايات ليهم، حاجات اللي هم بيستخدموها، وتقدر تعمل العروض دي للشركات، وده هيكون مفيد جدا ويحقق معاك ارباح كويسه جدا.